اليوم بدنا نعمل الفاصوليا بخلطة البشاميل والبصل. بدنا نحط فوقها على الوجه شوية جبنة. ريحة الجبنة السايحة دايماً بتذكرني بستي، لأن كل يوم الصبح بتتروق جبنة أشقوان سايحة على السب. منبلش بدنا نقل الزيت، سو ما حنكتر كتير. 1 2 فنش. منحط البصل، بعدين بستعمل شوية خل صغيرة. إذا ما بتحبوا الفاصوليا فيكم تستعملوا لوبيا، بروكلي، سو ما ضروري هيدي الخضرة، بس ضروري يكون في خضرة in the dish. نحن وعم نقلي البصلة بدنا نسلق الفاصوليا. عندي أنا هون المي عم تغلي، شوي شوي ما بدي أحرق حالي. لا بيكونوا خلصوا اللوبيا، ما بدنا نسلقهم كتير كتير تيضلهم لونه الأخضر. هلأ بدنا نعمل الخلطة. بدنا نستعمل شوية حليب قليل الدسم، وهون بدي استعمل خلطة البشاميل من ماجي. نحط الكيس كله وبدنا نخلط ليسمك الصوص. هيك منكون حضرنا كل المكونات. هون بدي احط فيه الفاصوليا والصوص عليه. نبلش بالفاصوليا والبصل اللي قليناهم. ناخذ كل البصل لان هيدي فيها النكهه كلها. بلشت تطلع ريحه البشاميل الحلوه، هون نعرف انه تقريبا خلصت وصارت سميكه. هلأ بدنا نحط الجبنة فوق. كتير بحب الجبنة، بس بجرب ما أكلها كتير، ولما أكلها بحب شوية خبز فتافيت. هيدي بتخلي اللون يصير حلو on top. هيك منكون خلصنا الطبق. مثل ما قلت الريحة كتير بتذكرني بستي تاتا محاسن. صحتين.